احنا اليوم في داخل جمعية لاميج وتحت اشراف عمالة الفداء من السلطان وبتنسيق مع التعاون الوطني وشباب الرياضة وبعض جمعيات المجتمع المدني. احنا اليوم في رواق تدفئة، هذا رواق تدفئة لاول مرة كدار في المغرب، لان كنا كنتعاملوا مع اشخاص وضعية الشارع، كنقدموا لهم مساعدات في الشارع من الملابس من الماكل، ولكن كيبقى في الشارع. اليوم جاتنا الفكرة احنا والمجتمع المدني وباشراف السيد عامل عمالة مقاطعة الفداء من السلطان من اجل هاد الاشخاص عوض ما يبقوا في الشارع. اليوم دخلنا واحد التجربه، عندنا ايواء ديال 180 مستفيد ومستفيده، نساء اطفال رجال، استفدوا من خدمات صحيه طبيه مع مندوبيه الصحه مشكوره، وكيستافدوا كذلك من الاستحمام ومن الحلاقه، ثم كيستافدوا من التغذيه اللي هي كتكون من العشيه من الكوتي الى العشاء الى الفطور. اكيد جدا ليس الغايه الاساسيه هي الاقامه والتغذيه. احنا اليوم كنقولوا هاد الاشخاص في وضعيه الشارع خاصهم الادماج، فمن 180 حاله اليوم بقات عندنا غير 36 حاله، من 180 تم ادماجهم في مراكز حمايه الطفوله للاطفال، في مراكز النساء، وفي مراكز دار العجزه بالنسبه للشيوخ، وكذلك بالنسبه للاشخاص اللي مشاو تشات من الليل. اكيد جدا اليوم لقينا حالات اللي عندهم مشكل في لاكارت ناسيونال هما عاديين، دمجناهم كرينا لهم باش خداو شهاده اداريه وكيصوبوا البطاقه الوطنيه. لقينا حالات كذلك ديال الاشخاص في وضعيه الشارع اللي حد منطقه درستان، هي منطقه مهجره في المحطه، كيجوا الناس من المدن الخارجيه. اذا اليوم رجعنا 36 رجل من العجزه والشباب للديور ديالهم، ونجحنا في هذه العمليه وتم التواصل مع الاهل ديالهم اللي كانوا كيقلبوا عليهم. فاكيد جدا اليوم احنا امام وضعيه ديال الادماج. اش كنقولوا اليوم؟ هذه صرخة للمجتمع، صرخة نداء اللي كنقولوا امام السلطات المحليه، وعملت في مشكوره ان وعدت في هذه العمليه العام الجاي نقدروا ما نلقاوش هذه الوضعيه ديال المخيم الليلي، تكون بنايه. طلب ديالنا تكون بنايه خاصه في درب السلطان للاس دي اف، فيها الاطفال، فيها النساء، فيها الشيوخ، من اجل تحقيق على الاقل كرامه المواطن، على الاقل يحس بانسانيته بادميته، كما كنعطوا صرخه نداء للمجتمع. خاص الناس المواطنين كذلك يعرفوا بان هاد الناس راهم ضحيه الام، ضحيه اسره، ضحيه مجتمع، ضحيه ملكره، ضحيه الانسان اللي كان في دواره واصبح في الزنقه. نقدموا البسمه، نقدموا الفرحه، ونعاونوا. كل ما عاوناه كل ما غنمجوه، وهذا هو النداء. عندنا الى غايه يوم السبت غنكونوا انتهينا، ونتمنوا من انتهينا 36 مستفيد ما يبقاش، يكون خدامين على الادماج ديالهم حتى هما، باش الكل يكون حاولنا على الاقل من اللي نساليو لقينا حلول هذه الفئات المستفيده. قدموا لي تهلاو فيا، عطوني الماكله، عطوني الحوايج، دواش، ندوز دزت على الطبيب، الله يرحم لهم الوالدين، ساعدوني واحد المساعده انا وبنتي، معمرني ما ننسى خيرهم. وتتشوف ما تتشوفوا الاخوان، راه تتشوفوا العين بصيره واليد قصيره، انا راه تنبيعوا نشري كلينيكس حدا الباب ديال القصري ديال المنجره، وعندي بنيه صغيره عندها 3 سنين وربع شهور، ولا بغيتوا تعاونوني الاخوان وتعاونوا الناس كاملين اللي جات ينعس يدواش يلبس ويتهلاو في الناس في الماكله في الشراب، تعطيهم كل شيء اللي في الجهد ديالهم، راه تعطيهم لهاد الناس هادو، راه عياو هاد الناس هادو، راه هاد المبادره راه داروهم الناس للناس اللي تينعسوا في الشوارع، واللي تيقدموا لهم اللي المساعده، واللي مبليين تيحيدوا لهم البليه، اللي نستافد منه هو الخدمه، غادي يخدموني ويكريو ليا والمهم انا وبنتي ما نبقاوش في الزنقه. هذا هو الشيء اللي بغيت انا في حياتي، هما اللي قدموا لي هاد الناس، ما عمرني ما ننسى خيرهم. هذا الشيء اللي تنقول، والله يرحم الوالدين المساعده. استفدت ديال تنا كيف الناس ثاني نستافد، حتى هو نقصوا شويه من الزنقه وداك الشيء، حتى انا ملي نتعلم نستافد وشحال من بزاف نحيدو شحال من حاجه نحيدو، عطوني عربه بحال هكا باش تنجمع راسي وداك الشيء، نحيد داك البلي اللي كانت فيا وداك الشيء، فهمتيني باش ننسى ثاني ما اجي نتابع داك الشيء ماكريا وداك الشيء ما تيصلع داك الشيء، فهمتيني باش تنقاد ثاني بحال بلان بحال الاول الناس الاولين حتى هما تنقدوا من هذا الشيء، حتى انا ما تنقدهمش احنا من هذا الشيء. مبادره ملي جاو عندنا دابا المحطه ولا الزيان جاو عندنا شي بحال هكا الناس بحال هكا، انا قال واش بغيتي تنقد راسك من الزنقه هذه، قلت له صافي انا طبعا ما نقد راسي انا من الزنقه. طبعا عطاونا الاكله بحال هكا، عطاونا الاكله فرقوا على المتشردين في الزنقه وداك الشيء، حتى هما كطعم الاكله ديالهم حتى هما كلشي تنستافد ثاني من داك الشيء. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.